أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بتعيين الدكتور فالح السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. وكان مجلس الوزراء قد وافق منتصف سبتمبر الماضي على إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري التي تعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. نتابع. تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء هيئة التطوير الدفاعي والتي تستهدف التقدم على مستوى دول العالم في مجال البحث والتطوير والابتكار في الأنظمة الدفاعية. أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعيين الدكتور فالح سليمان محافظا لها لتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية. وستعمل هيئة التطوير الدفاعي على التكامل مع مراكز البحث والابتكار في المملكة، مما يمكن من التعزيز والتطوير بشقيه العلمي والعملي والتركيز وتوفير الطاقات والإمكانات البشرية والمادية. وتقود المملكة في إطار رؤيتها أكبر عملية لتطوير القطاع العسكري استجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة وضمان حماية مصالحها وأمنها، تشمل تعزيز وتحديث القدرات الدفاعية ورفع نسبة توطين التصنيع العسكري وتنويع الشراكات الدولية في هذا الإطار. وتتولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي أعلن عن تأسيسها في 2017 مسؤولية تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتقليص اعتماد السعودية على الخارج في تأمين قدراتها الدفاعية وتوطين 50% من الإنفاق العسكري خلال 10 سنوات. وينضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد الحربي. مساء الخير دكتور محمد، وأهلا بك معنا. وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه بتعيين الدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. بداية قبل أن نذهب إلى الهيئة، من هو الدكتور فالح السليمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير سيد اسماعيل، لك تحية لك ولمشاهدي الإخبارية الكرام. طبعا هو كفاءة عالية، رجل اختارته الدولة لهذا المنصب وهو منصب إداري. الرجل يمزج ما بين العلم الأكاديمي والقطاع الخاص كرئيس لشركات، مندوب عضو تنفيذي في العديد من الشركات، خاصة احنا مقبلين على تقنيات مهمة في التطوير. الهيئة هي زي ما تعرف سيد اسماعيل ان هيئة اعتبارية رمزية مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة، هي المظلة التي يعني تغطي جميع العمليات العسكرية، المهام العسكرية، الصناعات العسكرية، الابتكار، البحوث، التتبع، الإشراف، الإدارات المالية، اللوجستية لجميع المنظومات، سواء كانت منظومة شركة سامي العسكرية أو هيئة التطوير العسكري طيب أو هيئة الصناعات العسكرية. نعم. طيب لو محمد، يعني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال بالاستقلال المالي والإداري، ماذا يقصد هنا تتمتع بالشخصية الاعتبارية هذه الهيئة؟ لأن هي هيئة ينبثق منها عدة أو يندرج منها عدة مهام، اللي هي الصناعات العسكرية، الابتكار، الدراسات والبحوث، هي رأس الهرم، رأس الهرم للإشراف على مشروع تطوير الصناعات العسكرية السعودية، وهي مهمة للغاية. عرفنا المملكة العربية السعودية أسست الهيئة، هيئة الصناعات العسكرية 2017 وليقامي وبعدها سامي اللي هي الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2017، وبدأت المراحل. الآن أخذنا هذه الهيئة مثل ما ذكرت لك، هي مظلة إشرافية بحثية ينبثق منها عدة مهام يعني. في الأخير يعني هل هذه النقطة ربما مؤشر تعطي الهيئة متانة في هيكلتها وعملها؟ شيء أكيد. رئيس مجلس الإدارة سمو سيدي ولي العهد نائب الرئيس ونائب وزير الدفاع، رئاسة هيئة الأركان، أعضاء كثير يعني موجودين في هذه الهيئة، فهي هيئة فعلا. لأن الآن احنا انتقلنا من الأعمال الروتينية البراغماتية إلى العمل العملياتي المباشر لتنفيذ جميع الإجراءات لتتبعها وحتى الوصول إلى مستهدفات 2030. نعم. طب خلني أذهب إلى أهمية إنشاء هذه الهيئة في هذا الوقت بالتحديد.
احنا نتكلم عن القوة العسكرية للدول، هي رمز القدرة على البقاء الصمود. المملكة العربية السعودية عندها مشروع اللي هو توطين الصناعات، وحتى 2030 حتى يصل إلى 50%. لو لاحظنا 2016 كانت حجم التوطين، حجم مشاركة القطاع الخاص اللي هو 2%، 2018 6%، الآن 2022 8%، 2021 8%، الهدف انه ما يوصلون الى 50% 2030. فالآن انت محتاج الى تأهيل الشباب، الابتكارات، البحوث والدراسات، الافكار الابداعية الخلاقة، خاصة ما بعد الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي. والآن أيضا وفي نقطة مهمة جدا للغاية، هي كفاءة وجودة الإنفاق العسكري. المملكة العربية السعودية تنفق سنويا ما يقارب من 70 إلى 100 مليار دولار. فالآن تعزز الكفاءة، ضخ استثمارات، جذب استثمارات. الآن الهيئة الصناعات الوطنية صرحت إلى ما يقارب 99 شركة، 85% قطاع خاص. الآن القطاعات المدمجة لإدخال القطاع الخاص في المشاركة في الصناعات العسكرية، وهي كلها أنظمة متكاملة ومدمجة، سواء كانت في الدفاع الجوي أو القوات البحرية البرية. نعم، أبقى معي لواء محمد، نشاهد وياكم مشاهدين هيئة التطوير الدفاعي، الأهداف والمهام. أعود إلى ضيفي في الاستديو، المحلل السياسي والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد الحربي. أهلا بك من جديد سعادة اللواء. سعادة اللواء، خلينا نذهب إلى الأبعاد الاستراتيجية. ما هي الأبعاد الاستراتيجية من هذه الهيئة؟ شوف، الركائز الاستراتيجية للصناعات العسكرية هي 3 ركائز. ما هي؟ وضعتها الدولة، اللي هي الصناعات العسكرية، البحوث والتقنية، الإيرادات. هذه 3 يبدأون تحت، ينبثق من تحت عدة أهداف حتى الوصول 2030 إلى الدولة راح تضخ 10 مليار دولار 2030 حجم الاستثمار، راح يبلغ ضخها في الناتج المحلي 4 أو تقريبا 4.5% من الناتج القومي السعودي المحلي ضخها. فأنت أخذ الآن الطابع الأمني، العسكري، الاستثماري، الاقتصادي، الكفاءة. المملكة العربية السعودية يعني موقعها الاستراتيجي مهم، أو نقول الجيو استراتيجي جغرافيا، هي مركز التقاء 3 قارات. هي محور لامتداد سلاسل الامداد والغذاء واللوجستيك والنقل والموانئ. الان استثمار يعني واعد ورائد تبنته الدوله. منها الشيء الثاني خلق العديد من الوظائف، وهذه نقطه مهمه. الشيء الثاني ابتكار اشياء خلاقه ابداعيه. مثل ماذا؟ مثل التقنيات الالكترونيه. الان احنا الجيل في جيل الحروب السادسه، هي الحروب المدمجة، وخاصة يطغى عليها الحروب الإلكترونية، الحروب المسبقة preemptive strike. فدائما تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فتأهيل الشباب السعودي لهذه التقنية من ضمنها الأمن السبراني، أمن المعلومات، غرف عمليات، يعني كلها تقنيات يعني نقدر نقول عليها تقنيات إبداعية وخلاقة. وهذه يعني متطلبات القرن 21. طيب، خلينا نذهب إلى أهمية التوطين دكتور. والله شوف، أهمية التوطين هذه خط المملكة العربية السعودية، مثل ما ذكرت لك أستاذ إسماعيل، اللي 50% بحلول 2030. هذه أول شيء أهمية التوطين. أول شيء تعطي التأهيل والكفاءة والقدرة والجودة والنوعية للشباب السعودي لمشاركته في هذا القطاع والمساهمة في الناتج المحلي السعودي. كلها هي تندرج تحت التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها. الآن احنا عندنا عدة أبعاد. البعد العسكري وذكرت لك اللي هو رمز القوة والقدرة والبقاء، هو متزامن مع أبعاد اقتصادية، استثمارية، اجتماعية، بيئية، وكله يعتمد على الإرادة السياسية.
فالآن إحنا في منطقة نحتاج أن ننهض، أن ننهض، أن نعتمد على الصناعات الأجنبية، نبدأ بالتدرج اللي هو التركيب، التجميع، الصيانة، ومن ثم خطوط إنتاج، ومن بعدها خطوط إنتاج كاملة بإذن الله. كان يفهم من حديثك ككل لو محمد أنه المملكة الآن في إطار بالتأكيد الرؤية، رؤية 2030 تقود ربما أكبر عملية للتطوير القطاع العسكري بشكل كبير. بلا شك، لأنه طموح شركة سامي أن تصبح من ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية وأمنية في العالم. إحنا الآن نعتبر من يعني من كبار المستوردين للسلاح. الآن اليوم تدمج، إحنا ما نقول انتقال كلي، انتقال بالتدرج، بالتدرج القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية، وراح يكون يعني يشكلون يعني قوة ضاربة في المساهمة في تعزيز قوة وتحقيق الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية، وبالتالي التقاءها مع جميع الأهداف، الحفاظ على الاقتصاد، الاستثمار، الأوضاع جميعا بإذن الله تعالى. نعم، كلام عن في الاستوديو المحلل السياسي والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد الحربي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد على هذا التوضيح، على هذا التفصيل.